السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم زميلكم حمزة الساكت من كلية طب الأسنان سنة ثانية. راح أشرح اليوم the first lecture of the histology of body systems. بخصوص المحاضرة، للأسف ما تسجلت وما في صوت، وهذا سبب رئيسي اللي خلاني أنا أسجل هاي المحاضرة، عشان في كتير من الزملاء تغلبوا. فيا let's get started. The skin is the largest single organ of the body, typically accounting for 15% to 20% of total body weight. So ما في أي organ ثاني بيوزن هالقد من total body weight. In adults presenting 1.5 to 2 meter square, يعني مساحة تخيل 1.5 to 2 meter. Of surface to the external environment, also known as the integumentum or cutaneous layer. زي ما كنا نسميه cutaneous. أي إشي بالأناتومي مثلاً كنا نسميه cutaneous، أي بتعلق بالسكن. So the skin is composed of the epidermis and the dermis. The epidermis اللي هي طبقتين، قلنا الابيدرمس اللي هي لفوق، هي ايبي اللي هو هذا المقطع بيدل انه فوق، والدرمس اللي تحتيها. So the epidermis تعريفها اللي هي epithelial layer تمام of ectodermal origin. زي ما اخذنا بالامبريولوجي اللي هي layers of the embryo. At some stage, يعني at a specific stage, sorry, ectoderm. هذه أخذناها برضو من الهيستولوجي الفيرست يير. الإبيدرمس تطلع من الإكتودرمال layer of the embryo. تمام؟ أما بخصوص الدرمس layer، هي a layer of a mesoderm connective tissue. إذن هي connective tissue mostly بتكون loose connective tissue عند السكن. A layer of mesoderm. إذن هي الأوريجين تبعها من الميزودرمال layer، تمام؟ من الإمبريو زي ما حكينا. At the irregular junction between the dermis and the epidermis. طبعاً irregular أكيد هي مهمة جداً إنها تكون irregular عشان تكون أكثر ثبات وتعطي friction أكثر. Between the dermis and the epidermis, يعني بدأت adhere the first layer with the second layer. Projunctions called the dermal papilla interdigitate with invaginating with epidermal ridges. هلا نوضح الشغلة هاي. Okay. نيجي هون. Okay. هلا هاي هاي الإبيدرمس وهذه الدرمس. حكينا ان الدرمس شو هي؟ connective tissue، والإبيدرمس اللي هي epithelial cells stratified اكيد. طيب هلا الإبيدرمس بنزل projections بس downwards زي ما انتم شايفين، زي هيك. هدول البروجكشنز اللي هون ايش بنسميهم؟ epidermal ridges, epidermal ridge, epidermal ridge, epidermal ridge, epiderm relative to this. Okay. And the dermis بيعطي projections upward هيك. Okay. These projections interfere with these projections of the epiderm. We call these projections of the dermis اللي هي dermal papilla. هاي dermal papilla زي ما انتم شايفين هاي هون، تمام؟ So yeah. Alright. وين كنا احنا؟ Okay، هاي dermal papilla اللي هي متعلقة بالدرمس. Projections upward. Interdigitate and invaginating epidermal ridges اللي هي projections downward من الإبيدرمس to strengthen the adhesion of two layers، تمام؟ الإبيدرمال derivatives، أشياء اللي متعلقة بالإبيدرمس، لما نذكرها بتكون موجودة بالإبيدرمال layer، تمام؟ الهير موجود بالإبيدرمس، النيلز موجود بالإبيدرمس اللي هم الشعر والأظافر.
السباشيس اند سويت جلاندز بيض ارضه متعلقه بالابيديرمس، ما لهم علاقه، اكيد لهم علاقه لكن اصلهم من الابيديرمس. تمام، سو هم طلعوا هدول الفور ديريفاتيفز من الابيديرمس. طبعا هدول الاشياء، هدول السويت جلاندز والسباشيس جلاندز اند الهيرز والنيلز، هدول مذكورين تحت بالتفصيل، والدكتور قال نقرا عنهم للمحاضره الجاي. سو اللي بده يحضر يحضر. اوكي، بينيث ذا ديرمس، بينيث ذا ديرمس اللي هي الكونكتيف تيشو اللي هو بينيث ذا ابيديرمس. اوكي، هلا بينيث ذا ديرمس لايز ذا سبكوتينيوس تيشو، سبكوتينيوس تيشو اور هايبوديرمس. هلا صاروا ثلاث طبقات، ابيديرمس، ديرمس اند بينيث ذا ديرمس اللي هي تكون سبكوتينيوس تيشو اور بنسميها الهايبوديرمس. هلا هذا الهايبوديرمس لوز كونكتيف تيشو layer usually containing pads of adipocytes. هلا في عندها adipocytes اللي هو ال فيها granules of fats. okay. The subcutaneous tissue اللي هو هذا binds the skin loosely to the underlying tissues and corresponds to the superficial fascia. إذا superficial fascia اللي هي subcutaneous tissue اللي هي بتعمل anchoring للسكن فوقيها مع الunderlying tissues سواء muscular سواء whatever. تمام؟ the specific function of the skin fall into several broad categories. So the skin أكيد له function حتى يوجد. وزي ما قال الدكتور إذا بدك تعرف أهمية ال subject حاول قيمه، إيش بيصير في ضرر بعد ما زلت هذا الاشي، فبيكون هذا هو وظيفته. اوكي، سو الفيرست جوب فور ذا سكن از ذا بروتكتيف. اوكي، البروتكشن سوري، ات بروفايدز ا فيزيكال بارير اجينست ثيرمال اند ميكانيكال انسلتس such as friction and against most potential pathogens and other materials. Microorganisms that do penetrate skin alert resident lymphocytes and antigen-presenting cells in the skin and in immune response is mounted. So هو مهم إنه يمنع دخول ال foreign bodies للجسم ويعمل infections ويسبب alerting لل immune system and yeah, بوفر علينا كثير جهد. The dark pigment melanin in the dermis protects cell nuclei from ultraviolet radiation. So what's the job of the melanin pigment الموجودة بالإبيديرمس اللي هي protecting the cell nuclei from ultraviolet radiation. طبعا هاي الميلانين البيجمنت ميلانين في لها سيل بتفرزها، لكن هي سيل ما شرحها، بدي اشرحها بالليكتشر الثاني دكتور، وموجودة تحت للي بده يحضر برضو، بس هو ما قال نحضر يعني، وهلا رح نفهم أكثر. Skin is also permeability barrier against excessive loss of or uptake of water, which has allowed for terrestrial life. So the skin and the selective permeability allows some lipophilic drugs, اللي هو ال materials that like lipids, عشان the skin أكيد كلها cells phospholipids. So they have to be lipophilic to have the ability to move through it. So such as هنا lipophilic drugs such as certain steroid hormones and medications to be administered via skin patches. So the skin is selective permeable. Okay, all right. The second job اللي هي sensory. Many types of sensory receptors allow skin to constantly monitor the environment, and various skin mechanoreceptors help regulate the body's interaction with physical objects. So عنده receptors كثير، وهو يعني most of our nerves are sensory. والsensory طبعا زي ما احنا عارفين كلها cutaneous. Thermo regulatory اللي هو بينظم حرارة الجسم وبيحافظ على homeostasis للبادي. A constant body temperature is normally easily maintained thanks to the skin's insulating components like the fatty layer and the hair on the head.
and its mechanisms for accelerating heat loss by air sweating, sweat production, and the dense superficial microvasculature. Okay. Metabolic. وظيفة الرابعة, I guess, yeah. Metabolic cells of skin synthesize vitamin D needed in calcium metabolism and proper bone formation. هلا الفيتامين دي مهم للكالسيوم, الكالسيوم أكيد مكون أساسي للproper bone formation, okay? So through the local action of UV light on the vitamin's precursors. Okay, excessive electrolytes can be removed in sweats, and the subcutaneous layer stores a significant amount of energy in the form of fat. So بتحمي أيضا الجسم من ال من الهايبر رياكتيفيتي الممكن تاخذها من اليوفي لايت من خلال انه keeping this significant amount of energy بالسبكتينوس لاير والفاتس الموجوده بالسكن. Sexual signaling, هاي الوظيفه الاخيره للسكن. Many features of skin such as pigmentation and hair, اللي هي تغيير الوان, تغيير اللون من لون للون اخر, سواء بالانيمالز اور ان هيومنز. And hair, الهرم هو جزء من الإبيديرمس, which is a layer of the skin. Are visual indicators of health involved in attraction between the sexes in all vertebrate species, including humans. So the effects of sex pheromones produced by the apocrine sweat glands and other skin glands are also important for this attraction. So there's a very important feature for the skin for the sexual signaling. The dermal epidermal interdigitation, the dermal, the second layer of the skin, and the epidermal, the first layer or the apical one of the skin, interdigitation, the adhesion تبعهم are of the pig and socket variety in most skin. So هذا المصطلح اللي هو pig and socket. يعني one of two pig and socket variety in most skin, يعني most skin in our body, BG interdigitation between the dermal and epidermal layers as pig and socket, okay? اللي هي زي هاي, wait second, زي هاي, شوف كيف هاي, هاي هاي ايش dermal papilla هيها, وهاي ال projections downward من epidermal ridges, so interdigitation between them بنسميهم ايش, pigs and socket. هذا موجود بالmost skin portions in our body, but they occur as well formed ridges and grooves. Ridges and grooves, like يعني مثلا هاي ridges و grooves جايين laterally or horizontally, تمام. السبب في انه اثنين, انه واحد بعمل friction, بعمل stability اكثر من الثاني. ايش هو اللي بعمل stability اكثر, اللي هو النوع الثاني واللي هو ridges and grooves, موجود بالthick skin. When thick skin موجود بالpalms and soles, palms of the hand and the soles of the foot, which is more subject to friction. Yeah, these ridges and the intervening sulci, هذه اللي هي جمع ال grooves الموجودة بين هذول, هي احنا زي حكينا النوع الثاني اللي هي wait a second, اللي هي ridges and grooves, هي هنا وهي هيك جاية, المنطقة الموجودة بيناتهم هيك, هذه هي السلكي, تمام. اوكي, alright. These ridges and the intervening sulci form distinctive patterns unique for each individual. So for each person has individual specific pattern of this intervening between these grooves and ridges, تمام. So appearing as a combination of loops, arches, and walls called ash dermatoglyphs, also known as fingerprints or footprints. زي ما انتوا عارفين اللي بعض انماط التعرف على هوية اللي هي footprints or the fingerprints. So كل individual إلو his own specific one, okay? Okay, skin is elastic and can expand rapidly to cover swollen areas, and like the gut lining is self-renewing throughout life. So skin
بيضل يجدد حاله at rate high rate يعني كثير عالي rate renewing تبعه regeneration تبعه لدرجة إنه ممكن بنص ساعة ب a specific one centimeter portion of your skin at a healthy body you might lose hundreds of thousands of skin cells. Okay, so yeah. In healthy individuals, injured skin is repaired rapidly, and the molecular basis of skin healing is increasing. Well, understood and provides a basis for better understanding of repair and regeneration in other organs. So yeah, زي ما حكينا. عنا الإبيديرمس وعنا الديرمس عنا الإبيديرمال ريجز عنا الديرمال بابيلا عنا interdigitating or interfering between these two projections upside down طبعا عشان يصير في friction في stability يصير في adhesion between these two layers to be adhesive to each other okay alright نيجي للإبيديرمس نفصلها أكثر هلا الإبيديرمس تمام الإبيديرمس مكونة mainly من 90% كيراتينوسايتس و 10% نون كيراتينوسايتس إيش هم الكيراتينوسايتس والنون كيراتينوسايتس هذولا cells موجودين بالإبيديرمس كل cells الموجودين بالإبيديرمس بنسميهم كيراتينوسايتس or non-keratinocytes. المهم keratinocytes. تمام؟ So the epidermis consists mainly of stratified squamous keratinized epithelium. نركز مع بعض شوي. Stratified يعني أكثر من layer squamous نوع squamous اللي هو جاي oval in shape. Keratinized في protein keratin which is an intermediate filament epithelium تمام epithelium اتفقنا عليها فوق composed of cells called keratinocytes هذه keratinocytes okay there are also three much less abundant epidermal cell types هذولا ال less abundant epidermal cell types اللي حكيت عنهم فوق إيش هم non-keratinocytes والكيراتينوسايتس اللي هي بتشكل 90% من السيلز موجودة بالإبيديرمس تمام النون-keratinocytes حيشرحها بالليكتشر الثانية أنا ما راح أخوض فيها ولا أقرأ الأسماء حتى لكن إحنا هسا بنركز على الكيراتينوسايتس اللي هي بتشكل 90% من الإبيديرمس تمام so The epidermis forms the major distinction between thick skin found on the palm and soles, palm of the hands and the soles of the foot, and the thin skin found elsewhere on the body. So thick skin موجود فقط بالpalms والsoles, تمام؟ Thin skin موجود بكل الأمكنة غير الpalms والsoles. The distinction thick and thin refers to the thickness of the epidermal layer. So, إحنا ما عنا دخل بالدرمس نحكي عنها thick ولا لا. الدرمس هذه connective tissue. أما إحنا لما نحكي بالإبيديرمس thick معناته خلص skin thick اللي هو وين موجود بيكون بالpalms والصوص. إذا الإبيديرمس ما كانت thick relatively طبعاً كانت thin هتكون elsewhere in our bodies. تمام؟ So okay, which alone varies from 75 to 150 micrometers for thin skin thickness, for thin skin and from 400 to 1400 micromilli, اللي هو 1.4 millimeter for thick skin. طبعا هاي ranges عادي بتقدروا تحفظوها Total skin thickness, epidermis plus the dermis, total skin, the dermis and epidermis also varies according to the sites, برضو examples هنا. هنا, okay, هلا, the stratified squamous epidermis
lacks microvasculature. يعني هو avascular, هو ما في vessels, ما في blood supply directly, تمام؟ ما في blood supply directly. It is its cells receiving nutrition and O2 by diffusion from the dermis, by the diffusion of the dermis. So, هاي الديرمس, تمام؟ وهي الإبيديرمس. هون ما في ولا فيزل. كيف بدهم ياخذوا, كيف بدهم ياخذوا النيوتريشنز, بده ياخذوا الاوتو وبيقيموا السي او2, هذول بيصير في ديفيوجن, بيصير في ديفيوجن. هون الاوتو بيروح النيوتريشنز والسي او2 والفضلات وغير ذلك, يعني بيصير في بالديفيوجن دايركتلي من سيل تو سيل تو سيل تو سيل حتى يوصل الديرمس, تمام؟ So diffusion not by blood vessels, تمام. From the dermis, the epidermis consists of 4 layers of keratinocytes. So احنا هلا بنحكي عن الإبيديرمس. So الإبيديرمس عنده 4 layers. أي قلنا أي خلية, أي سيل موجودة بالإبيديرمس بنحكي عنها كيراتينوسايت. حاليا طبعا على حد الان يعني في 4 layers of keratinocytes or 5 layers with thick skin اللي هو بالبالمز والسولز, تمام. So عندك هون هذه كلياتها keratinocytes, هاي كلها epidermis, اذا كلها keratinocytes يعني 90% keratinocytes. احنا كان نحكي عن 90% احنا كلها keratinocytes, لكن keratinocytes في 5 طبقات بالثيك وأربع طبقات بالثين, تمام؟ وأربع طبقات من الكيراتينوسايت. إذن يعني كيراتينوسايت هاي إلها اسم, كيراتينوسايت هاي إلها اسم, كيراتينوسايت هاي. فهمتوا؟ So نبدأ بالفيرست لاير واللي هي اسمها الستراتم بيزالي. احفظوا هذا الاسم, ستراتم بيزالي. Is a single layer of basophilic cuboidal or columnar cell on the basement membrane at the dermal epidermal junction. نيجي لهاي الصورة. هذا الديرمس, تمام؟ هذا ال connective tissue, وهذا هون لنرسم. أوكي. نرسم هيك, هذا كلياته هيك, طبعا هيك. هذا كلياته ايش بنسميه؟ stratum basale. ايش ال characteristics تبعونه؟ single layer, cuboidal or columnar, ما بنحكي squamous, cuboidal or columnar, تمام. طبعا لما نحكي عن ال first layer بنحكي عن highly reactive, high activity لل regeneration, تمام. So البيزل لاير حكينا single layer of basophilic, يعني لما نصبغها بصير لونها blue. Cuboidal columnar cells on the basement membrane at the dermal اللي هي تحت epidermal fog junction, تمام. اللي هو يعني الخلاص الأساس ال dot. الهيميدسموسومز هذه وصلات in the basal cell membrane joins these cells to the basal lamina. Alright. Okay. هلا ال basal surface, شوي بس نقيم هون نقيم هذا. ال basal surface تبع السيلز هدول عندك هون هيميدسموسومز تربط هذا الرو, تربطه بال underlying dermis, تمام. So ايش ال الروابط الموجودة بين الخلايا هون بالستراتم بيزالي واللي تحتيها بيزلي, تحتيها البيزل ميمبرين اوف دي سيلز ذات اكزيستد ان ذا ستراتم بيزالي, اللي هي ال سوري الهيميدسموسومز, تمام. الهيمي ديسموسومز ان ذا بيزل سيل ميمبرينز جوين دي سيلز تو ذا بيزل لامينا, تمام. بيزل لامينا اللي هي اللي بتفصل بين ال بين الديرمس والإبيديرمس. And عندهم
الرواب الثانية اللي هي desmosomes. Desmosomes هاي bind the cells of this layer together in their lateral and upper surfaces. إذا عندك hemidesmosomes تحت, عندك hemidesmosomes تحت, عندك desmosomes laterally بتربط الخلايا مع بعضهم البعض. خلينا أقيم العجقة اللي هنا. أوكي. عندك hemidesmosomes تحت, وعندك desmosomes تربط laterally الخلايا مع بعض, ومن فوق بتربطها بالخلايا اللي بصير لها stratification فوقيها. تمام؟ so هدول كلياتهم desmosomes. هدول desmosomes laterally وupwards لإلها. أما اللي تحت جاي هذه hemidesmosomes تربطها بالبيز اللامينا اللي تحتها. تمام؟ إذا الخلايا اللي عندها رابطتين تربطها من تحت ومن جناب ومن فوق نوعين, يعني hemidesmosomes. desmosomes اللي هم الستراتم بزالي. طبعا الروابط بين هدول كلياتهم بس desmosomes laterally و upward downward, أما هنا لا hemidesmosomes. أوكي alright. And desmosomes binds the cells of this layer together in their lateral and upper surface. The stratum basale is characterized by intense mitotic activity. زي ما حكينا في higher activity, high activity of regeneration, and contains along with the deepest part of the next layer progenitor cells of all the epidermal layers. In addition to the basal stem cells, basal stem cells اللي هم cells الموجودين بالستراتم بزالي, وحكينا كل سيلز نحكيها اللي هي كيراتينوسايت. تمام؟ in addition to the basal stem cells for keratinocytes found here a niche. هذه النيتش اللي هي specific perfect microenvironment that have to be present in this anatomical position in order to complete this mitotic activity. Okay, so for such cells also occurs in the hair follicle. هاي ناخدها بالهيل بالهير لتحت, مش بهاي lecture. In the hair follicle sheets that are continuous with the epidermis. طبعا الهير قلنا derivative من الepidermis, so نعتبره موجود بالepidermis. The human epidermis is renewed about every 15 to 30 days, depending on age, the region of the body, and other factors. An important feature of all keratinocytes in the stratum basale is the cytoskeletal keratins. Cytoskeletal keratins, طبعا موجود, بيبدأ ظهور وبيبدأ تصنيعهم من الفيرست لاير اللي هي stratum basale. تمام؟ So cytoskeletal keratins, هذا الكيراتين يعتبر من intermediate filaments about 10 nanometer in diameter. During differentiation, the cells move upward and the amount and types of keratin filaments increases until they represent half the total protein in the superficial keratinocytes. So بضل كمية الكيراتين اللي هو intermediate filament, نوع من intermediate filament, نوع إذن بروتين. كيراتين بلش تصنيع هنا, بضل يزيد, بزيد نوعه وبزيد كميته, بزيد نوعه كميته لحد ما يوصل لحد أكثر من نص حجم الخلية كلياته. هذا تمام؟ بضل يصنع ويطلع, يصنع ويطلع. مين اللي بصنع؟ بس هاي الطبقة اللي هي الستراتم بزالة اللي هي stem cells. alright okay. The second layer اللي هي جاية فوقيها اللي هي الستراتم سباينوزم, وهي أكثر طبقة thick. The stratum spinosum is normally the thickest layer, especially in the epidermal ridge. Epidermal ridge اللي حكينا عنه هذا هو. هاي الepidermal ridge. شوف ما أكبرها. لكن بمنطقة ثانية اللي هي جنب الepidermal ridge, هاي قد thickness تبعها. لكن هون شوف قديش thickness تبعها. هلا. The stratum spinosum consists of generally polyhedral cells having polyhedral, يعني متعددة الأسطح, متعددة الأضلاع, ما إلها specific shape زي الستراتم بزالس اللي هذه كانت cuboid, cuboidal and columnar. هذه لا, هذه polyhedral. Okay.
having central nuclei with nucleoli and cytoplasm actively synthesizing keratin. إذا الكيراتين بصير يزيد تصنيعه أكثر وأكثر بالسبينوز or stratum spinosum. Just above the basal layer, just above the basal layer. هذه لكل قاعدة شواذ. So إحنا حكينا ال regeneration اللي هي الميتوتيك activity بس موجودة بالستراتم بزالة تمام. لكن هون بحكي لك just above the basal layer some cells may still divide and this combined zone sometimes called the stratum germinativum. So إحنا حكينا ال regeneration بس بالستراتم بزالة. لكن بحكي لك ممكن في بعض الأحيان في بعض الأماكن يظل في بعض الخلايا عندها القدرة لتصير لها أيضا differentiation وتساعد في إنتاج more and more cells اللي هي keratinocytes. هذه المناطق بنسميها الستراتم germinativum تمام. The keratin filaments assemble here into microscopically visible bundles called tonofibers. إذا tonofibers هي bundles من الكيراتين joined together which converge and terminate at the numerous desmosomes holding the cells layer together. So هذول التونوفايبرلز inserted into desmosomes bonding تمام. So هاي التونوفايبرلز inserted in the desmosomes. Desmosomes وين بنلاقيها؟ بنلاقيها بتربط الخلايا الموجودة كل الخلايا الموجودة ب الستراتم سباينوزوم تمام اللي هي هاي الخلايا كلها ديزموزوم ما في هيمديزموزوم. اول ما خلصنا من الستراتم بزالس خلص الهيمديزموزوم ضل بس الديزموزوم. ديزموزوم مهم حتى يرتبط في البندز اوف ذا كيراتين اللي هم سميناهم تونو فايبرلز. Alright, the cell extends slightly around the tono fibrils on both sides of each desmosome. And the extensions elongate if the cell shrinks slightly during histological processing. So ها هنا بس بحكي لك إيش إنه كيف طلعت تسمية الستراتم سباينوزوم. هلا البندلز هذول التونو فايبرلز inserted into desmosomes. During the histological process صار في shrinkage شوي للسيلز. So لما صار في shrinkage بين التونو فايبرلز اللي inserted in the in the desmosomes صار في زي كأنه spines from each cell. So سموا هاي اللاير بالستراتم سباينوزوم. اوكي نيجي لللاير اللي بعدها هاي. اذا خلصنا الستراتم بزالي خلصنا الستراتم سباينوزوم نيجي للستراتم جرانيولوزوم. من اسمها جرانيولوزوم اذا فيها جرانيولز تمام. فيها جرانيولز. جرانيولز مهمه للاكسكريشنز اور الاكزوسايتوزس تمام. سو granules layer or the granular layer or the stratum granulosum consists of 3 to 5 layers of flattened cells. So ايش layer اللي فيها flattened cells بتحكوا له stratum granulosum. هاي زي ما انتم شايفين اطبعوا الشكل ببالكم هي flattened. اما هنا لا هنا جايه polyhedral هنا جايه cuboidal columnar. yeah the flattened بيبدا من stratum granulosum. So flattened cells, 3 to 5 rows or layers, now undergoing the terminal differentiation process of keratinization. إنه خلص صار يبدأ بده يعمل termination, بده ينهي عملية الكيراتينايزيشن. وصلنا لنهاية التريب or الجورني. Their cytoplasm is filled with intensely basophilic, يعني كثير blue, masses called keratohyaline granules. أول granule اللي هي سميناها keratohyaline granules. هذه فيها كيراتين فيها بروتين آخر non-membrane protein بنسميه الفيلاجرين. الفيلاجرين هذا بروتين and some other proteins associated with the keratin of tono fibers اللي هم البندلز of the keratin linking them further into large cytoplasmic structures تمام. So الأول نوع granule موجودة بالستراتم granules keratohyaline granule موجود فيها الكيراتين وموجود فيها الفيلاجرين وموجود other proteins that associated to the keratin of tonofibrils linking it to other
cytoplasmic structures of these cells. Okay, characteristic features in cells of the stratum granulosum also includes Golgi derived اللي هي lamellar granules. إذا النوع الثاني من الgranules اللي هم lamellar. هلا lamellar إيش فيها أو إيش characteristics تبعونهم؟ Small ovoid structures with many lamellae containing various lipids and glycolipids. إذا إيش محتويات lamellar granules؟ فيها lipids and glycolipids. ممكن فيها فوسفات, ممكن فيها كبريت, yeah. إذن mainly lipids and glycolipids. Among the last activities of the keratinocytes اللي هم إنه قلنا خلاص termination the differentiation تبع الكيراتينوسايتس الكيراتينيزيشن إنه خلاص ده توصل آخر شيء يعني وص أي قربنا لهون إحنا بدها توصل آخر شيء لازم يصير في termination حتى نوقف the process. ف بحكي لك هون among the last activities of the keratinocytes the lamellar granules اللي هي هاي اللي بتحتوي الليبيدز والجلايكوليبيدز undergo exocytosis of components تبعتها producing a lipid rich impermeable layer around the cells. This material forms a major part of the skin's barrier against water loss. So لما توصل لنهاية الطبقة هاي نيجي لهاي الصورة أوضح لما تيجي لهاي نهاية الطبقة بصير في exocytosis للاميلر جرانيوز اللي بتحتوي الليبيدز والجلايكوليبيدز بصير في exocytosis من خلال الخلايا أو الجرانيوز اللي جوا الخلايا لبرا الخلايا فإيش بصير في بصير coating لهاي الخلايا حتى تصير coated by lipids and glycolipids that are impermeable of water or the lipophobic تمام lipophobic substances. So هذه الليبيدز والجلايكوليبيدز الموجودة باللاميلر جرانيوز بصير لها exocytosis من الخلايا الموجودة بال الستراتم جرانيولوزوم السيلز هذولا الموجودة بهذه الطبقة بصير لهم exocytosis covers coating the outside of these cells and preventing حتى in the future فوق لما تطلع فوق يصير impermeable of water except إنه تكون selective تمام. Alright, the formation of this barrier, which appeared first in ancestral reptiles, I don't know what it is, was a key evolutionary process that permitted animals to develop a land. هذا حكي فاضي. Together, keratinization, تمام, and production of lipid-rich layer, keratinization اللي هي البروسيس كله, وأيضا مع هذه الجرانيولز. والproduction of lipid rich layer اللي هي by the exocytosis of lipids and glycolipids from these granules سوينا crucial sealing of effect in skin اللي هو barrier to prevent penetration by most foreign materials تمام. نيجي للطبقة القبل الأخيرة واللي هي الستراتم لوسيدم. الستراتم لوسيدم نيجي على هاي الرسمة, هاي الستراتم لوسيدم اللي هي جاي فوق الجرانيولوزم وين احنا هنا. الستراتم لوسيدم found only in thick skin زي هاي احنا قلنا أربع layers موجودة بالثن وخمسة بالثيك, هاي اللي بتخليها خمسة تمام. found only in thick skin consist of thin of a thin translucent layer of flattened eosinophilic keratinocytes held together by a desmosomes. زي ما قلنا ما فيهم desmosomes. Nuclei and organelles have been lost and the cytoplasm consists almost exclusively of packed keratin filaments embedded in an electron dense matrix. So لما نوصل لهاي المرحلة لما نوصل للستراتم لوسيدم والكورنيا خلاص ما منلاقي نيوكلياس, ما منلاقي أورجانيلز, ما منلاقي جولجي أبريت الصداقة, ما منلاقي شيء. هذول الأورجانيلز خلاص خلصت السكن سيلز خلصت الفانكشن تبعتها يعني البيولوجيكال فانكشن تبعها. ضل بس الستركتشر تبعها, النيوكلياي راحت كل شيء بس ضل الستركتشر. ايش ضل بالستركتشر؟ ضل الكيراتين وضل كوتد باي ذا ليبيد ذات هاز بين exocytosed by the lamellar granules تمام.
وهذا الحلق بيبدا قلنا من الستراتم لوسيتم، وهون نفس الحكي بالكورنيوم اللي هي الستراتم كورنيوم consists of 15 to 20 layer of squamous keratinized cells filled with birefringed filamentous keratins. المهم keratin filaments contain at least 6 different polypeptides with molecular molecular masses ranging from 40 to 70 وحدة synthesized during cell differentiation in the immature layers. Okay. وهيك بنكون إن شاء الله خلصنا. Yes. هنا خلصنا بنكون هاي الميلانوسايتس اللي هي هاي بدينا بالعشرة بالمية الثانية من الكيراتينوسايتس اللي هم النون كيراتينوسايتس. أول نوع اسمه ميلانوسايتس بنحكي عنه بالمحاضرة الجاية إن شاء الله مع الدكتور. Thank you for listening and